دايما بنقول دايما انه في الجهاز الهضمي فتحة المعدة او اسمها فتحة البواب اللي هي ما بين المعدة والاثنى عشر، هو ده اضيق مكان في الجهاز الهضمي. يعني لو اي حاجة الطفل بلع اي عملة او اي جسم غريب، بلي. في اطفال بلعوا بلي كتير برضه. وبالذات بقى البلي لما كنا بنلعب بيه زمان واحنا صغيرين، لكن بتهيالي البلي دلوقتي الموضوع بقى قليل، مش كتير ما موضوع بقاش كتير. البلي. بس هو الاطفال لو هم بلعوا اي جسم غريب، وعشان كده احنا بنعمل اشعه وبنحدد مكان الجسم الغريب ده فين. لو لقينا ان هو فعلا عدى من فتحه البواب اللي هي ما بين المعده والاثنى عشر، غالبا بنقول ان ده هيمشي في طريقه العادي مساره اللي هو العادي. مساره العادي مع خروج البراز. لكن لو لقيناه محشور جوه المعده، وخصوصا ان فتحه البواب ديت عباره عن عضله تفتح بالظبط. تعدي الاكل وتقفل، فغالبا لو فضل في المعده غالبا هيفضل موجود في المعده، وساعتها لازم نخش بمنظار ما نسيبوش فتره طويله عشان ما يعملش اي مشاكل واضرار كبيره قوي على الجهاز الهضمي. يعني نرجع بقى للمكسرات يا دكتور، والحمص واللب وكل انواع المكسرات، والسوداني وقشره السوداني والكلام ده كله. ساعات بنلاقي طفل مثلا الام تبقى قاعده هي وبقيه الاسره، تلاقي طفل اخد حاجه كده في ايده وحطها في بقه مره واحده مش عارف يتنفس. ايه اللي ممكن تقدر تقوله تنقذه، يعني الام تقدر تعمله لابنها تنقذه في نفس اللحظه دي، لو فعلا سد مجرى التنفس في الحنجره مثلا؟ ما هو دي ساعتها بيبقى عنده زي اختناق لانها دخلت مجرى التنفس. بالظبط. اول حاجه بنعملها لازم الطفل ده يتقلب العكس، يعني لازم يعني تبقى نقلب، راسه نجيب اعلى راسه من تحت. رجليه. راسه اعلى من رجليه، وبنخبط على ظهره خبطتين او ثلاثه جامدين شويه، بحيث ان هو نحاول ان هو يكح فيطرد الحاجه الحمصه دي، او الحاجه الصغيره اللي دكتور بلعها. بنخبط بقى بشكل من تحت لفوق، وبنخبط فين؟ في في نص نص الظهر، الظهر في نص الظهر. جامد. في نص الظهر. هي بحيث دي ان اللي احنا نساعد. بنساعد. هي دي بتعمل رجه في الجسم الغريب اللي من جوه، فبتحسن، تخلي ان الطفل ده يحاول ان هو يكح فيطرد الحاجه اللي بلعها. لو حصل وهو ما كحش او كح ومفيش حاجه طلعت، خرجت. طبعا لازم هنتوجه طبعا لاي مستشفى، هنعمل اشعه على السطر. وساعتها بقى بيبقى في حاجه اسمها منظار رئوي، بيخش عن طريق الحنجره ويخش يستخرج الحمصة أو الحمص الحاجة. او الرز. يعني عاده هو بيبقى يا اما رز يا اما حمص يا اما جزء من لب صغير او حاجات كده كتير. ساعات يا دكتور الاطفال بيبقى وهم صغيرين ولسه ما تعودش على موضوع النضغ قوي، او ان هو فساعات بيكوم الاكل مره واحده لما يلاقي مامته مثلا بتزعق فيه، لا ابلع ابلع، يقوم بالع كوره الاكل دي، وساعات فعلا بتسد مجرى التنفس اكنها زي اكنه بلع بليه او اكنه، وبالذات بيبقى برضه نزولها صعب، ساعات الطفل بيزرق ولونه بيتغير. هو لو بلع طبعا حاجه كميه مره واحده وحصل انقباض جامد في المريء، طبعا لازم بنحاول ان احنا نخلي الطفل ده يرجع. ولو هو رجع يعني جزء الام الاكل لما دي، تحط صباعها في بقه بقى في اللحظه دي ده كويس، يبقى احسن يعني ما ان هو هو لو هو بلع حاجه ومش عارف ان هو يعني مش عارف ان هو يتنفس. يتنفس او مش عارف ان هو يبلع، مش مجرد اللي هي تنفس، لو ما تنفس يبقى دي دخلت في الحنجره زي ما اتفقنا، هنقلبه وهنحاول بالظبط. ان احنا نخبط عليه. ولكن لو الطفل ده بلع قطعه اكل كبيره شويه وساعتها بقى مش عارف، حس بالم جامد ومش عارف يبلع ريق ومش عارف يعمل اي حاجه، ده ساعتها بنحاول نخلي الطفل ان هو يرجع. بس غالبا انه الاطفال لو بلع اكل او وجبه ولقينا ان فيها الطفل ده حصل له زي انسداد او معرفش يبلع او صعوبه في البلع، غالبا احنا عندنا هنا مشكله في المريء. ومشاكل المريء الحقيقه يعني ممكن تبقى حاجه من الاثنين، يا اما تبقى حاجه خلقيه ان الطفل ده مولود مثلا عنده ضيق في المريء، او ساعات كتير قوي الاطفال اللي هو بيكونوا موجودين في الحضانه وبيتغذوا عن طريق اللي هو الخرطوم بتاع الانف. الحقيقه لقينا فعلا من ضمن الاطفال اللي بيكون عندهم قعدوا فتره طويله في في الحضانة الحضانه واستخدموا اللي هو خرطوم التغذيه، لقينا بعد كده فيما بعد ان هم غالبا الاطفال دول في بعض منهم لقينا عندهم ضيق في المريء. والضيق ده بيبقى حاجه موجوده او حاجه خلقيه موجوده او حاجه تكونت نتيجه مشكله الماء او اللي حاجه هي او كان في التهاب جاهزة او في او كاملة. اي حاجه عملت هذه المشكله. الفكره كلها انه الاطفال دول لو اي طفل وهو بيبلع بقى لقى عنده صعوبه في البلع، مش العادي ان طفل طبيعي يبقى عنده يواجه صعوبه في بلع الاكل بتاعه حتى لو كانت كميه كبيره. تمام. لو كميه كبيره غالبا يا اما احنا عندنا مشكله في المريء، سواء مشكله خلقيه زي ما اتفقنا ان يبقى عنده ضيق في المريء، او ساعات بقى في حاجه دلوقتي اللي احنا
يمكن اتكلمنا عليها في حلقات سابقه اللي اسمها الحساسيه الذاتيه في المريء. بالظبط. خلينا نقف عند الحساسيه بس ناخد اتصال من استاذه دينا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ تمام، نشكر ربنا. صباح الخير، وبشكر الدكتور جدا على المعلومات اللي انا بجد استفدت بيها من اول ما الحلقه بدات. اشكرك. انا كان ليا موقف برضو، يعني عايزه احكي الموقف وفي نفس الوقت يعني منه تنبيه وفي نفس الوقت برضو ان انا اقدر الدكتور اخد منه نصيحه. تمام. دكتور صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيك. انا كنت مع ابني وكان معايا في العربيه، فانا حبيت اكله وانا في العربيه. تمام. فكنت باكله رز وعليه قطع لحمه صغيره وهو قاعد ورايا. هو ابني كان سنتين او كان قاعد مع اخواته ورا في العربيه وجوزي سايق وانا قاعده قدام، فانا بلف باكله ورجعت بظهري لقيته بيتنفض من مكانه بيزرق زحمه مروريه، ما عرفتش اتصرف. نزلت من العربيه اخدته قعدت اجري بيه في الشارع لاقي مكان اوديه فيه، لان طبعا احنا الزحمه المروريه مش ما فيش جنبي لا صيدليه ولا اي حاجه، انا اوتوماتيك كده غصب عني او انا مش عارفه، بس هو ربنا يعني. لقيت نفسي انا شايلاه على الظهر اصلا، يعني شايلاه راسه تحت وبقيت اجري بيه في الشارع. قعدت ما عرفتش ما خبطتش على ظهره ولا حاجه، بس انا بقيت اجري وهو راسه لتحت. برضو القطعه ما نزلتش، ابتدى يزرق اكتر، النفس راح لغايه ما قابلت صيدليه، الدكتور اخده مني وضربه على ظهره وراحت القطعه نازله. تمام. يعني انا لو انا في موقف ده وما لقيتش الصيدليه اتصرف ازاي؟ والحاجه الثانيه اللي انا عايزه انوه الناس ان هم ما ياكلوش في وسيله مواصلات، لان اظن رجرجه العربيه هي كانت السبب. طبعا. بتخلي شكرا على النصيحه دي. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. هو الكلام ده على فكره من كذا سنه، بس انا الموقف مؤثر جد يعني فيا جدا. طبعا طبعا. ده اتصرف انا فاكراه يعني. هو دلوقتي ما شاء الله ابني خلاص يعني داخل لرابعه ابتدائي، بس انا فعلا انا دايما بقف عند الموقف ده. ربنا يخليهولك. ماشي يا دكتور، انا هقفل واسيب الدكتور بقى يدينا النصيحه. حاضر، شكرا اتصالك وميرسي على المعلومات الحلوه دي. طبعا هو ان احنا عامه ان احنا ناكل في اي حاجه يعني فيها هزه او رجرجه طبعا ده من الحاجات الغلط جدا او الخاطئه جدا، لانه طبعا الحركيه التناغميه بتاعه البلع ان هو لازم انه لسان المزمار بيطلع ويقفل مدخل التنفس عشان يبقى سكه البلع هي اللي سالكه وتعدي الاكل على طول على البلعوم على المريء على المعده. فطبعا لو الحركه دي حصل فيها خلل نتيجه طبعا رجرجه هزه اي مشكله او الاطفال كان عندهم بعض المشاكل في الحركه دي فساعتها بيشرقوا بالاكل ده وبيخشوا في القصبه الهوائيه، ودي اللي ساعتها بتعمل زي انسداد في مجرى النفس وتعمل لهم طبعا زرقه. وزي ما قلنا اهم حاجه ان احنا يعني هو فعلا لازم الطفل يبقى مقلوب لتحت، راسه اعلى من رجليه، سوري اوطى من رجليه، رجليه اعلى لفوق، وزي ما اتفقنا بنعمل خبطتين او ثلاثه جامدين في نص الظهر، في نص الظهر على سلسله الظهر ما بين العظمتين. الخبطتين دول زي ما اتفقنا الجامدين دول بيخلوا ان هو الطفل ده يكح كحه جامده قوي بحيث ان هو يطلع الاكل وعشان يعرف يتنفس. بالظبط كده، اول ما يطلع الحاجه اللي هي كانت محشوره هيعرف ان هو ياخد نفسه، وبعد كده بقى نعمل فحوصات ونعمل اسعافات ونطمن ان مفيش مشكله وحصلت موجوده مشكلة ولا حصلت مشكله او حصل تجريح في القصبه الهوائيه والكلام ده كله.